السلام عليكم muy buenos días amigos madridistas, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis muy bien. نتمنى تكونوا في حالة جيدة ونتمنى الله يرضى عليكم او تخدموا معنا المعقول شوية الرجولة. الله يرضى عليكم، ماشي فيما نتزبلوها نجيو نهضروا معاكم تخاص تقولوا لنا عندنا 13 عندنا 33. الله يا ودي، وحنا دابا حنا في دابا واش فهمتوا؟ حنا دابا حنا في دابا الدنيا هانية. قول لي اوريجي وقول لي مانولاس وانا نو باس انادا، فهمتي؟ ديروا عندنا 13 وعندنا 33 كصدر لي على القرون الوسطى، على عاد الحروبات وعاد الاستعمارات كصدر على ديك كوباس الطنجيات. اجي بعدا نقول لكم دابا نتوما دخلت عليكم بالله، واش ريال مدريد كانت كتختار بشي امتحان ولا بشي خصك تجيب شي شهاده باش تختار ريال مدريد ولا كيفاش؟ اما حنا كيفاش زعما تحشاتنا ما اخترناش ريال مدريد؟ ديك الوقت كان عندها كوبات، كان عندها الليغات بزاف وكان عندها الشامبيونات بزاف، ما اخترناهاش. كي انا البارسا 88 وانا متبع بارسا من ديك الوقت اللي غلبتكم فواحد كوبا دراي شحال هادي وانا متبع بارسا، ومدريد كان عندها التيتولوز وما اخترتي انا المدريد. نصي واش كانت كتختار بشي شهاده ولا خصك تعطي الرشوه ولا الفلوس باش تختاروا ريال مدريد ولا كيفاش؟ عقيو معنا المروه ديالكم وتبتوا معنا وترجلوا معنا بالي يهضروا معنا في دابا. اما عندنا 13 و33 تا يشوت سيدي ربي الدنيا تتقاد الحياه. دابا الحياه مستمره باقيين عايشين، نيت سال الحياه مره ديك الساعه نعملوا الحساب شكون عنده بزاف. لان انا من عرفتكم عندكم هاد 33 ولا 30 ولا هذا، ودابا راه قرابين هنايا عاف في تيكيتيتو ميسي راه وصلنا لعندكم، راه 26 راه باقي هاشي 6 ليغات. انا وليت كنتفرج في بارسا كان الفرق شي 20 ليغا وقيله، راه قلصنا الفارق لا في الانتصارات بالي لا في الانتصارات ولا في التيتولوس ولا في كل شيء، قلصنا الفارق بزاف. وفي دابا في العاد 4K HD الريف عاد العاد هذا، فهمتي؟ ماشي في العاد الاستعمارات كانوا الناس مساكن بلايين مع الاستعمارات وهذا، وانتم كنتوا كتحفنوا في ديك الطنجيات، فهمتي؟ ايوا انتم بحال اللي قال لي واحد الصديق، قال لي اتى الفار فاختبأ الفار يا دي ديالكم فاهم؟ ودابا بديتو كتخرجوا من التومون اصاحبي، مابقيتش حتى كتوصلوا كوارتوس ولا نصف النهاية، دابا من التومون دابا يا اوكتاوس يا فويرا. اتبتوا معنا وكبروا معنا اللعب، الله يرضى عليكم. عندنا 13 ما هو كلاشي، درنا دابا في العهد الحديث اللي كنتفرجوا انا وياك، واش فهمتي؟ الله يرضى عليك. اما انا وليت كنتبع الكرة، مدريد كان عندها بزاف ديال الكوبات، بيرو ما كانش كيعجبني لاعب مدريد. تينس كي ريسبيتار غوستو ديالي، خصك تحترم يعني الغوستو ديالي، يعني المتعة ديالي، المتعة ديالي في بارسا تيكي تاكا في في في, في العهد كروف بالي، هذه هي المتعة ديالي. انا ما كيعجبنيش ديك الكرة والعرضيات، امينو مي غوستا هاد التيبو دو فوتبول، واش فهمتي؟ انا ميغوشتا التيبو دو فوتبول تيكي تاكا اللي دينا به المونديال، اللي دينا لكم به المونديال تيكي تاكا دو غوارديولا، واش فهمتي؟ كان من قبل، كان من العهد كرويف، ودابا راه دو غوارديولا، واش فهمتوا؟ هذا هو النوع ديال الكره اللي كيعجبني نو ميمبورطا مي 13 و33، واش فهمتي؟ وتبت معايا الله يرضى عليك وكبر معايا اللعب، اجيب العزه ولا كحز. هات عندنا 13 بقى تبكي راه كتبقاو تعزوا عليا، هيدا والو والله العظيم انت كتعزوا عليا، واش فهمتوا؟ ارضى عليكم ما تجيبوش الدل. عندنا 13 عندنا 33 يا واش فهمتوا؟ يلا الله يرضى عليكم، يلا تهلاو لي فراسكم و واش غادي نقول لكم؟ تقدروا تستعملوا والله العظيم اذا كيجيني الضحك، قسما بالله كيجيني الضحك. يلا تهلاو فراسكم، من عندكم هنا ما يبقاش عندي الريزو. يلا تهلاو، بسلامة.